ان ياما ناس بتعيش حياتها في بطولات وهميه وفي معارك وهميه وتضيع وقتها وطاقتها فيما لا ينفع. فاكرين عروس النشيد؟ عروس النشيد دي رمز جميل قوي للاختبار المسيحي. السفر كمان اصحاحات، اصحاح واحد بتحكي عن بنو امي ولاد يعني اخواني غضبوا علي جعلوني نطورة الكروب واما كرمي فلم انطر. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل حاجه فقالوا لي حرصي نطورة يعني حارسة بتحرس. احرص الكرم ده خلي بالك من الكرم ده. فقالت لهم بس الكرم ده مش بتاعي، ده مش هو اللي اداهولي سليمان علشان اخد بالي منه. فلا لا 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 حلو قوي خليك في الكرم ده بقى جميل، ركزي بس في الكرم ده. وقعدت تبذل مجهود وتضيع وقت في كرم مش هو بتاعها. جعلوني ناتورة الكروم واما كرمي الذي لي فلم انطر، اما كرمي فلم انطر. لكن لما نضجت وابتدت تفهم وابتدى الرب يعلمها ويغير فيها، فصح 8 بتقول كرمي الذي لي هو امامي دائما. يعني ايه؟ يعني خلاص فهمت ان هي ما بتضيعش مجهودها وقتها في حاجات مش بتاعتها. يا سليمان ايه الكرم اللي انت عايزني اخد بالي منه؟ الكرم ده خلاص انا هركز في اللي انت عايزني اعمله. كم واحد بيقول للرب انت عايزني اعمل ايه؟ ايه الحرب اللي انت عايزني ادخلها؟ ايه التحدي اللي انت عايزني ادخله؟ واحده من القصص الحزينه جدا جدا في الكتاب قصه واحد اسمه يوشيا. حد يسمع عن يوشيا؟ يوشيا ده كان ملك لا جه قبله ولا جه بعده. ما كانش يعني انا ما قريتش في حياتي زي هذا الشخص. شخص رائع 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 من اروع، مش من اروع، هو بكل تاكيد اروع ملك من ملوك يهوذا. الراجل ده يعني من كتر غيرته على الرب طهر اورشليم من الاصنام اللي اتعملت في عصره وعصر اللي قبليه والعصور اللي يعني من ساعه ما اخترعوا حاجه اسمها اصنام. وما اكتفاش بتطهير اورشليم، قعد يلف على الحتت اللي حواليه من كتر غيرته للرب. عمل فصح ما حصلش زيه، عمل نهضه روحيه ما حصلتش زيها. كان شخص رائع جدا مكرس جدا جدا جدا. بس عارفين انتهت حياته ازاي؟ حد عارف انتهت حياته الرب ازاي؟ من كتر حماسه ابتدى يتوهم حروب مش بتاعته، ابتدى يدخل في تحديات مش بتاعته. ففي الوقت ده كان طالع فرعون ملك مصر، القصه دي في اخبار الايام الثانيه الساعه 35 بقروها في البيت عشان الوقت معلش. كان فرعون ملك مصر كان اسمه نهر، كان طالع يحارب ملك اشور، وهو طالع معدي ايه؟ جنب اورشليم. فصاحبنا بقى ايه؟ انا هطلع احارب فرعون. ففرعون قال له حبيبي انا مش جاي احاربك، انا جاي احارب ملك اشور، والرب امر باسرائيل. الرب امر باسرائيل، لست عليك انت اليوم ولكن على بيت حربي، والرب امر باسرائيل. فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. كف، الله فين هنا؟ الله في انهي صف؟ في صف يوشيا التقي ولا في صف فرعون؟ لا، مش الله بتاعنا ده. ازاي يبقى الله في صف فرعون الكافر؟ ها؟ ازاي الله يبقى في صف فرعون؟ ازاي الله ما يكونش في صف يوشيا؟ عارفين ليه؟ عشان دي ما كانتش حرب. الرب اصلا ما كانتش حرب يوشيا. فانت مش هتمشي الله على مزاجك يا عم يوشيا. تقواك، امانتك على عيننا وراسنا. بس اوعى تفتكر انك ممكن تمشي ربنا على مزاجك. اوعى تتخيل تحديات وتقول للرب انصرني يا رب في هذا التحدي، عيني يا رب وانا بخش في الموضوع ده. انت خدت من الرب قياده وارشاد ليك في هذا الامر؟ ولا داخل بصدرك وفي الاخر حصل له ايه يا عم يوشيا ده؟ مات. حاجة محزنة جدا، لأن الرب كان قال يوشيا طول ما أنت عايش أنا راضي عن إسرائيل ومش هجيب القضاء. أول ما تموت هيجي القضاء. كان المفروض يحافظ على إيه؟ كان المفروض يحافظ على إيه؟ على حياته. هو ده التحدي بتاعك إنك تفضل عايش. ده ربنا قال طول ما أنت عايش ما مش هيجي السبت، أول ما هتموت هيجي البهدلة. خليك عايش، ده التحدي بتاعك. إيه اللي موديك تواجه فرعون؟
خليك عايش. ف عايز اقول افهم ربنا عايزك تعيش ازاي، افهم ربنا حاطط لك هدف ايه، لان هو ده احسن حاجه تعملها في حياتك. اوعى تستصغرها، اوعى يعني تحتقرها، اوعى تحس ان هي ملهاش معنى. اللي ربنا عايزك تعيشه هو ده احسن حاجه هتحس بسعاده وانجاز وفرح منك. واللي انت شايف انه جميل وبراق لانه غيرك عمل كده وفلان دخل في الموضوع ده، ها احنا نبص فلان دخل في الموضوع ده قدم على الموضوع ده وجات له وعمل كذا ايوه انا هعمل كده، هعمل زي فلان عمل. ممكن يكون ده التحدي اللي ربنا حاطه لهذا الفلان، ده بتاعه هو اللي ربنا ماشي فيه، وانا ماليش دعوه كان ماشي صح كان ماشي غلط، ده حاجه بينه وبين الرب. لكن انت بقى ربنا عايزك تمشي فيه، لازم تعرف ربنا عايزك تمشي، ربنا عايزك تعمل ايه. قد احنا محتاجين اليومين دول نقعد قدام الرب. احنا آلة معقدة جدا ومحدش عارف يشغلها الا هو. الناس اللي يعني الاكتشاف ده ناس اكتشفته بعد 70 سنة، واكتشفوا ان هم ضيعوا 70 سنة هبل. بس انتوا عندكم فرصة وانا عندي فرصة ان احنا نكتشف الاكتشاف ده، وفي كل صغيرة وكبيرة نرجع للكتاب، نرجع ونقول له من فضلك خلينا نعيش اللي انت عايزنا نعيشه بالطريقه اللي انت عايزنا نعيشها، لان هي دي الراحه. مين الوحيد اللي وعد بالراحه؟ الوحيد اللي قال تعالوا الي انا اعمل ايه؟ انا اريح. تريحنا ازاي يا رب؟ احملوا مين؟ احنا جايينك عشان نفضفض كده ونريح ونرخرخ ها؟ عايزين نروح للرب نعمل ايه؟ فك بقى. هو يقول ايه؟ لا لا انت عايز تستريح طب خد النير ده. لا يا رب احنا جايين لك عشان تشيلنا النير بقى. احنا نطلع العالم نشيل النير وتطلع عينينا ونيجي عندك نفك كده ونسترخي. غلطان؟ انت كده عكستها. انت تروح عنده يشيلك النير ونيره هو ايه؟ هين وحلو. فطول ما انت شايل نيره ها؟ هتبقى انت ونيره متشالين. هو متعهد قال اللي يشيل نيري اشيله واشيل نيره.